دي صورة تخوف على فكرة. شكلك زي ما تكون حاضن شبح. بس ايه رأيك في البدلة بقى؟ طبعا حلوة، مش أنا اللي مختارها. بقولك يا كمال، هو أنت ممكن تزعل يعني لو قلتلك إن أنا مش هاجي؟ ليه؟ هو حصل حاجة؟ كريم ما راحش لبابا ولا ايه؟ لا لا، كريم راح لبابا، بس يعني فكرة ان انا اهبط كده بالباراشوت على اهلك من غير سابق معرفة، من غير ما يشوفوني او اشوفهم قبل كده، يعني حضرتيني يا شيخ، انا افتكرت ان في مشكلة كبيرة ولا حاجة. واللي انا بقوله لك ده يعني مش مشكلة؟ لا طبعا ده عبط. قلتلك ان مفيش احلى من المناسبة دي، يعني هتتعرفي على اهلي كلهم في حفلة خطوبة، يعني فالخير حتى. طب هو انت اصلا قلت لهم ان انا رايحه؟ قلت ليوسف وماما طبعا، يعني وماما قالت لي وماله؟ وبصراحه انا ما يهمنيش في الموضوع ده الا ماما بس. وبعدين انت بتتكلمي في ايه؟ دول ما صدقوا ان وفاء تنزاح من على قلبهم، دي لوحدها حاجه تستاهل الاحتفال. طب انت متاكد ان وفاء مش رايحه؟ يا بنتي وفاء بقت بعيده عنا خلاص، دي ما تعرفش اساسا ان يوسف خطب. بقول لك ايه؟ انا خلصت لبس وجاهز، اكون عندك بعد قد ايه؟ يعني اديني نص ساعة كده وأكون جاهزة. أوكي، نص ساعة بالثانية وهتلاقيني واقف، يلا. إيه كل ده يا أمه؟ أنا زهقت. انت بتعيط يا عمي؟ كان قلبي حاسس ان ابني في مشكله كبيره قوي، بتبعده، بتخليه تايه مش مركز، لكن كنت دايما اقول لنفسي معلش، ما هو برضه اللي شافه مش قليل، لكن يدني مخدرات ده عمره ما مسك سيجاره، ده ما شربش قهوه الا على قبر. ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، اللي كل الناس كانت بتحسدني عليه، فجأة يوصل لكده؟ معقولة بني آدم يتغير حاله للدرجة دي؟ معقولة يتقلب كيانه في لحظة؟ ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ذنب ابني ضيع في رقبة اللي فصله من الجامعة، لو ما كانش اتفصل كان لا وقت ولا دماغ يمشي في السكة الهباب دي. هيتعالج يا عم، هيتعالج إن شاء الله، عشان خاطر بنته أو ابنه اللي جايين الدنيا. رب يا بنتي رب. بس اللي أنا عارفه إن المدمن لما بيتقطع عنه السم بيبقى عامل زي المجنون، بيبقى هين عليه إن هو يقطع في نفسه، يعني حالته كل ما ده بتبقى أمير وبيتعذب. أكيد أكيد، وأكيد عشان كده مأجلين الزيارة،
بس معلش بيتعذب شوية، ما هو العلاج مش بالسهل. يا ريت يا ريت نقدر أمثل إن جامد زي كده، مع إني عارف متأكد إن من جواكي أنت مش كده. هقول لهم إن أنت تعبان ودي قاعد معاك، وما تنساش تاخد الدواء في مواعيده، أنا ظابطة لك المنبه. حاضر، قول اللي أنت عايزاه، بس ما تنساش تبعت بركة يوسف، قول له عمر جمال بقول لك ألف مبروك يا بني. خلاص مفيش دكتور ايمن، محدش هدير المستشفى دي غيرك انت. اللي انت بتقوليه ده يا فاطمه، بعد ما انت مشيت انا خدت موقف من بابا. انت معاك حق، انت اديت كتير قوي للمستشفى دي، وبصراحه هو مش هيلاقي حد احسن منك يديرها. انا مقتنع بالكلام ده واقنعته بيه. وانت بقى تفتكري ان دي حاجه هتبسطني؟ هبقى فرحان قوي لما مراتي هي اللي تجيب لي حقي من ابوها. لا انا عارفه انه ده مش هيرضيك، وعارفه ان انت مش هتعتب بالمستشفى دي تاني، بس أنا بعمل اللي أقدر عليه. أنا جيت النهاردة عشان أقولك إن أنا معاك، أنت مش معاه هو. جاي عشان أقولك إن أنا في ظهرك، إن أنا بحبك. ليه؟ ليه تسيبني أنا وولادك وبيتك عشان حاجة إحنا ملناش ذنب فيها؟ مش بيتي يا فاطمة، ده بيت أبوكي، حتى المستشفى بتاعته هو حر يعمل فيها اللي هو عاوزه. أنا حاسس كمان إن هو من جواه، إن هو حاسس إن أنا عايش في خيره حتى من غير ما يقولها. طب اقول لك بلاش البيت، ايه رايك نروح نقعد في البيت اللي احنا كنا هنتجوز فيه؟ لا يا شيخ، انتي هتقعدي في حلوان في شقه 80 متر؟ اه انا اقعد في حلوان؟ ايه مالها حلوان، طالما انا وانت والعيال مع بعض ومبسوطين خلاص نقعد هناك. هتقولي يا فاطمه كلام غير ده، انت لو في زماره في الشارع هتقولي المعادي بقت بيئه. لا انا مش هقول كده، انا من النهارده هقول أبو أمي اللي زعلك. إيه؟ أيوة أبو أمي اللي زعلك، بتمرن على حيوان يعني. ادخل. تعالى اقعد مع المحامي عطية عشان تشوف هتعمل إيه في موضوع الأرض دي. عطية؟ وقاعد معاه فين ده؟ بره. وريله الورق عشان تفهم منه. أنت لقيتي ياما تتصلي بيه وتجيبيه لحد هنا؟ مش قادرة تصبري لحد الصبح؟ لا مش قادرة أصبر، خصوصًا إن أبوك مش عايز يعمل حاجة. يلا تعال اقعد مع الراجل. يلا. هو في ايه؟ نعم هو في ايه؟ في حدوته كبيره قوي.